فرحات في ايه يا بنت؟ في موضوع مهم عاوز اقول لك عليه. خير؟ ايه الحكايه؟ مصيبه يا رجل، مصيبه. ايه في ايه يا بنت؟ انا حامل. ايه؟ بقول لك حامل، ولازم تشوف لي صرفه دلوقتي قبل ما بطني تكبر وتبقى فضيحه. وفيها ايه ما تسقطي نفسك؟ ازاي؟ يا فرحه وانا اللي هقول لك ازاي؟ ده شغل نسوان. بقول لك ايه يا رجب، انا ماليش فيه، زي ما وردتني في الموضوع ده هتخلصني منه. خلاص خلاص وطي صوتك. حتى عليا اخر النهار اكون قلبت الموضوع في دماغي وان شاء الله الاقي حل. اوعى تخلى بيا يا راجل. اخلى بيكي ازاي يا بت؟ ده انت الحب كله. انت حبيبتي يا فرحه. يلا انت دلوقتي، يلا. يلا يا بت. انا كنت ناقصك انت كمان. السلام عليكم. السلام عليكم يا مختار باشا. ازيك يا حسن؟ السلام عليكم يا بطيخه. تحت امرك يا ست هاني، من نجمه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خير؟ ايه اللي حصل يا سيد الناس؟ ازيك يا ست البنات؟ لا انا قلت اعدي اخدك في سكتي نروح مع بعض. انا عندي شويه حسابات هخلصها في المكتب، يلا تعالى معايا. لا لا براحتك انت، انا عايز وحشاني قعده مدبغه كده. خلصي وانا مستنيك. خلاص مش هعوق. اذا كان كده ماشي يا حلو انت. منور يا مختار باشا. ازيك يا رجب؟ الحمد لله يا سيدي المعلمين، فضل ونعمه. احكي لي. رجب. عن اسمك يا معلم، ثانيه واحده وبرجع. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين. مين هي البت دي؟ دي بنت حتتي وابوها صاحبي. وبنت حتتك تجي لك المدبغه ليه؟ ده محل اكل عيش. اصل حالتهم ضنك على الاخر، فابوها كان بعت لي معاها مرسال ان هو مزنوق في قرشين يعني. بس انت عارف يا معلم منين وانا لا اكل عشان اسلف. لبس اعرف بتودي فلوسك فين؟ اللي جاي على قد اللي رايح، وبعدين الراجل ماشي بمثل، اصرف ما في الجيب يقتيك ما في الغيب. ماشي يلا دجري غير الحجر. عناية يا سيدي المعلمين. ابن مرزاق، ياه من زمان الواحد ما شربش صنف زغليلي كده. يا دي حته مغربي مزغلله جات لي امبارح، قلت لازم رجب حبيبي يدوقها. طول عمرك صاحب واجب يا سيدي المعلمين. انا رجالتي الجدعان ما استخسرش فيهم حاجه ابدا. الواجب ده فيه ان طب انا فتره ما بتجيش هنا، ده انا حتى قلت تلاقيه شاف له صومعه عليوي، يبقى اكيد المجيه دي لعله. علة ايه وقنة ايه؟ أنا كل الحكاية شايف دماغك خربانة من الحنة والملوخية الناشفة، فقلت أبنجاك. طول عمرك حنين يا باشا. أؤمر. فرح. اشمعنى؟ عجباني. يفتح الله. أنا راجلك لكن في اللون ده ماليش. لون ايه؟ البت غلبانة وأهلها ناس على قد حالهم، وبتجري على اخواتها علشان لقمه العيش، وبعدين لا مؤاخذه انا رجوله. يا دوا حد جاب سيره الرجوله؟ يعني البت جدعه وبنت ناس؟ ناس غلابه. وبعدين ابوها صاحب. هي عندها كام سنه؟ الله دي مش عشاها في دماغك قوي. يا ده انا عايز اساعدها. طب شوف اللي ربنا هيقدرك عليه وانا اوصله لابوها، حتى ينوبك ثواب الحسنه المتبريه. انت قاعد فاكرني اتسطلت؟ انت هتوصل لابوها فلوس؟ انا عايز اساعدها مش بفلوس. امال هتساعدها ازاي؟ هتعينها في الحكومه؟ انا عايز اتجوزها. يا دي في بوقك الناموس يدخل جواه، تتنحت كده ليه؟ هقلبها في دماغي، خايف الحاجه النظيفه ديت تكون سطلتني وفهمت غلط. عيد اللي انت قلته. انا عايز اتجوز فرحه، وعايزك تكلم لي اهلها. هشبرقهم وهشبرقها وهاخد لها شقة بس لوحدها من غير أهلها. طب وست سماء؟ وأنت مال أهلك؟ أنا راجل وليا الحق أتجوز أربعة، وصوتي من دماغي ما بشاورش حد. بس هو يعني أنا خايف على زعلها، خايف لا تزعل، وبعدين لو عرفت إن أنا سبب في الموضوع دوت. كلام أسود، أنا مش ناقص. أنا عامل ترتيبي. إزاي؟ أنت هتحقق معايا. أنت تقوم من هنا على أبوها وتفاتحه، نقرا الفاتحة وتاخد حسنتك. خدامك يا مختار باشا. وتفهموا اني مستعجل، اسبوع بكتير ونخلص. البت دي مرزقه وبنت حلال، وانت كمان ابن حلال وتستاهل كل خير. ربنا يديلك على قد نيتك. امين يا رب. كنت وحشاني قوي فرحتي. وانا
واخرتها ايه بس يا راجل؟ اخرتها فل ان شاء الله. تعالى هنا، انت رايح فين؟ راح اضرب لي حجرين. وبعدين انت مالك متطره كده ومش على بعضك؟ في ايه؟ انت هتستعبط؟ انت مش عارف المصيبه اللي انا فيها؟ ربنا ما يجيب مصايب، حد يكره العيال؟ ده حتى العر زقها واسع. يعني خلاص ناوي تكتب عليا؟ لا طبعا. يعني هتخلى بيا يا رجب؟ عيب يا بت، انا راجل وعمري ما بيع حبايبي ابدا، وانت يا فرحه عارفه ان انت عندي ست الحبايب. انا مش فاهمه حاجه يا رجب، حيرتني معاك. ما هو انت لو تصبري هقريك على الدور. يا رجب مفيش وقت، الايام بتجر بعضها، بطني بتكبر. خلاص يا رجب استر عليا، ربنا يخليك. هستر عليك. هتتجوزني؟ قلت لا. اما امرك عجيب يا رجب، امال هتستر عليا ازاي؟ هجوزك لواحد صاحبي. نعم؟ واحد صاحبك؟ هو مش صاحبي صاحبي يعني، بس زي ما تقولي كده هو صاحب الشغل اللي انا شغال عنده. شافك وعجبتيه يا بت، راح طالب ايدك مني. وصاحب الشغل هيتجوزني ازاي وانا حامل منك؟ هو مين هيقول؟ وبعدين احنا هنعمل لك عمليه صغننه كده نرجعك فيها بنت بنوت زي الاول. انت اتجننت يا رجب؟ والعيل اللي انا حامل فيه منك؟ نسقطه. ايه؟ نسقطه؟ نسقطه. وبعدين قدام شويه يبقى احمال انت من عريسك، حتى يطلع الواد كده جديد ونظيف وبيبرق. الصبر مفتاح الفرج. لحد امتى يا اخويا ده انا هتشل؟ لحد ما الاقي لك ترتيب ارجع لك بيه الفلوس من نديم من غير ما اخسره. يا سلم، خايف على زعله قوي. طبعا مش شريكي، وبعدين معرفه الرجال كنوز. ومعرفه الست بألف راجل، مش هو ده بقيه المثل ولا انا غلطانه؟ لا غلطانه وستين غلطانه، لان مش انا الراجل اللي بيع صاحبي عشان ست. امال وافقت تساعدني ليه؟ الحاجه حواجه، وكلنا خدامين المصلحه. يعني تبيع صاحبك عشان مصلحتك؟ اذا كان مصلحتي ماشي، انما واحده ست طبعا لا. انا راجل عندي اخلاق وبحترم مبدئي. اوعى تكون بتضحك عليا وبتنيمني في الدره ومش ناوي تعمل لي حاجه. عيب يا نعمت، عيب. انا راجل وقد كلمتي، وطالما وعدتك يبقى هنفذ. انا كلمتي سيف. امتى يا اخويا؟ بعد ما يصرف الفلوس. ما تقلقيش قوي كده، نديم عنده فوق اللي واخده منك شيء وشويات. بعدين انت مستعجله قوي كده ليه؟ ما انت قاعده هنا بتاكلي في قده محلوله وبتاخدي فلوس كمان. تاني طريقه الكلام اللي تقرف دي. هي مش دي الحقيقه؟ الحقيقه اني خدت حقي غصب عنك، ولو كان عليك كنت ممكن تطردني من الفيلا دي النهارده قبل بكره. عيبك انك فهماني صح. خلاص خلصني عشان تخلص مني وما تشوفش وشي تاني. ما قلتلك الصبر، انت ايه؟ ما بتفهميش عربي؟ قلتولي بقى عايزين العمليه بلدي ولا صيني؟ يعني ايه؟ البلدي ده يعني ابره وخيط عادي يعني، انما الصيني بتبقى بالونه وفيها ميه حمراء. يا سلام، العلم تقدم اخر حاجه. امال يا استاذ انت فاكر ايه؟ دي احدث موضه نازله في السوق، بس يعني غاليه حبتين. بكام الصيني ده؟ ب 300 جنيه. مش خساره فيها؟ فرحه تستاهل اكتر من كده. وعندك بقى 500 جنيه فتح اوضه العمليات و2000 جنيه لايدين الدكتوره اسم الله عليها، يبقى المجموع كله 2800 جنيه. ماشي. بتعرفي تعدي ولا لا مؤاخذه عدهم لك؟ لا يا اخويا بعرف اعد، ده كتير قوي يا راجل. يا بت عادي، وبعدين اللي هدفعه فيك النهارده هتردهولي لما يتم المراد. انا خايف. ما تخافيش يا بت، اعتبريها شك الدبوس. فضل يا اختي معايا. تعالى معايا. ماشي. على فين يا استاذ؟ دي عمليه، انت فاكرها جمعيه تعاونيه ولا ايه؟ معلش يا مدام، بس اصلها اول مره يعني. كلهم يا اخويا بيقولوا كده. ماشي. انا فاهم. اعمل ايه بقى في قلبي رهيف ده؟ دايما بيضعف قدام المستجدين. تعالي ورايا يا اختي. يلا. ما ينفعش يا استاذ، خليها تاخد الفيتامينات دي وتجيني كمان اسبوع. هو ايه ده؟ ايه اللي كمان اسبوع؟ دي حامل. ما انا عارف انها حامل، مش هتفاجئ يعني، واحنا جايين ننزل العيل ونعمل عمليه على نظافه. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ حالتها ما تتحملش الاجهاض، وممكن يكون في خطوره على حياتها، وبعدين العمليه الثانيه لازم تتعمل بعد الاجهاض على الاقل باسبوعين. والعمل؟ احنا مستعجلين ومش هنقدر نستنى اسبوعين يا دكتوره. لا دي مشكلتكم، انما انا مش هعمل العمليه النهارده. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ قلت لك اديها الفيتامينات ولما تشد حيلها بهاتها. جرايه يا دكتوره؟ تفكراني واد هفا واسمع الكلام ولا ايه؟ جرى ايه يا استاذ؟ لا يا ماما انا مش استاذ، وهتعملي العمليه دلوقتي بدل ما اعملها لك انا. مش كده يا راجل. بس يا بنت تعالي. ايه؟ تعالي يا ام احساس مرهف، رايحه فين؟ انت عارف يا اخويا احساسي مرهف ورهيف كده وما اقدرش اشوف الدم خالص. ارجعي على جنب يا وليه. يلا يا دكتوره، يلا اعملي العمليه ونططي القرد بدل ما نططك انا على اخره. ايوه برضه يا راجل، اهو
اطمن عليك تعرضني للخطر؟ يا بنت ده لمصلحتك. ما تسمعيش كلام الدكتوره دي، مش فاهمه حاجه. انت زي الفل وعش على عش اهو. وبعدين انا عليا بايه اصلا كل المصاريف دي؟ غير اني اطمن عليكي واسطرك وارجعك بنت بنوت زي الاول. بنت بنوت ازاي وانا حامل منك؟ هنعمل ايه؟ الوقت كان ضيق وخفت العريس يطير من ايدينا. وبعدين ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هكلفت الجوازه في 10 ايام. ولو نزل ابن سبعه عادي عادي، ما هو وارد ينزل ابن سبعه ولا ايه؟ يا راجل الراجل ده ذنبه ايه بس ينضحك عليه؟ هيربي عيل غير ابنه ليه؟ ربنا بيديله على قد نيته. وبعدين ده من حظ ابنك الحلو اللي هينزل يلاقي اب اجدع واغنى واحلى من ابوه 1000 مره. ايوه بس ايه يا فرحه؟ يا راجل كده حرام، كده يبقى غش وتزوير. مش احسن ما ينكشف سترك وفضحتك تبقى بجلاجل؟ يا سيدي انا مش عايزه منك اي حاجه، اكتب عليا انت بس ومش هيبقى في فضل. بقولك ايه يا بنت؟ بقولك ايه؟ انا مش بتاع جواز. مش بتاع جواز. وبعدين يا بنت الناس زي ما انت شايفه، الحاله ضنك على الاخر وناشفه. مش معقوله يعني هروح لافح على كتفي مره بعيد كده برضه يا راجل؟ عاوز تخلع مني وتلزقني لاي حد؟ اي حد ايه؟ اي حد ايه يا عبيطه؟ يا عبيطه؟ ده مختار باشا ابن العز والفخفخه، ده هيعيشك في انا ما كنتيش تحلمي بيها فرحه. بس افرض بقى قفش الموضوع. مش هيقفش، اطمني مش هيقفش، انا هظبطه. المهم بس ان لما يتم المراد ما تنسيش رجب.